أولى فقرات في ساحة اليوم من حضرة المساء، وهي تتكلم عن واحدة من المشاكل الكبيرة جدا اللي ألحقت فيها أرواح سودانية باستخدام كير قانوني واستخدام كير نزيه، خلينا نقول عليها من خلال مكاتب استخدام للعمل بالخارج، يعني مش كلها لكن فيها مشاكل كثيرة جدا مصاحبة، فبتلقى إنه في عقودات بتتم في السودان بواقع لكن واقع العمل مختلف تماما يعني. نعم، وبرضه في مشاكل كثيره جدا اقتصاديه معروفه للناس كلها، هي اللي بتضطر الناس لانه هم يتحينوا اي فرصه من غير حتى ما يدققوا او من غير ما حتى يركزوا في ان هل هي صحيحه او الوظيفه المعروضه عليهم ممكن تكون حقيقيه او ما هي الوظيفه النفس جاتك في العقد، ممكن يكون في حاجه ثانيه مختلفه تماما صح، عن الحاجه يعني اللي انت قصة قدمت بتاعت لها. مثلا في نساء سودانيات قدموا لوظائف، نعم، لما مشوا الدولة المعنية لقوا نفسهم في وظائف ثانيه تماما، عاملات منازل او خادمات بالمعنى صحيح المعروف في السودان، صحيح. وخلافه كثير جدا. الوضع نسعد في الاقتصادي مساحة انا قانونية، بعتقد. يكون معانا الأستاذ موسى عبادي القانوني عشان نتكلم أكثر بالناحية القانونية ذاته ونعرف التفاصيل دي. مرحبا بك، مساء سعيد عليك. مرحبا بكم ومساء سعيد علينا وعليكم وعلى جميع السادة المستمعين الكرام والمشاهدين كذلك، وإن شاء الله يكون حلقة تطفي أكثر نقول يعني واقعية على ما هو يتم الآن في واقع الحال في المجتمع السوداني إن شاء الله يا رب. بداية نعم، تفضل. في بداية الكلام إنه هون إحنا دائما الظروف الاقتصادية برات نعم. هي بتعمل دور كبير جدا جدا في تسلق بعض الناس لبعض الأعمال التي لا علاقة له بها. مثلا مكاتب الاستخدام الخارجي عشان نخش معاها مثلا فيها دايركتلي، هي دائما مفترض تكون ما بين الدولة الخارجية الدائرة ناس تشغلهم فيها مستخدمين يعني لديها، وما بين وكيل او مفوض لها داخل الدوله الثانيه لو في السودان. يعني ما يزول بيجي بيعمل له مكتب ويقول يا اخي انا والله ده انا اعمل استخدام خارجي وكلام زي ده، لازم يكون في شنو؟ في علاقه ما بين الدوله اللي هي تريد مستخدمين لديها، وبالتالي يكون في تفويض للجهه المختصه هنا في مكتب الاستخدام ده. مكاتب الاستخدام في السودان كانت بسيطة جدا جدا معروفة، يمكن ما فاتت لها 50 لحد سنة 2000 الحقيقة ما كان في أكثر من 50، هسه أكثر من 500 مكتب استخدام داخل السودان. المكاتب دي فيها شرعية اللي هي في وحدات فاليد وفي وحدات انفاليد اللي هي ما عندها مشروعية. اللي عندها مشروعية للأسف إنها بسيطة جدا جدا. نحن لو جينا إنه لازم يكون الشغل ده يعني زمان كان لازم يتم عن طريق مكتب العمل ذاته. يعني انت زمان لو دارت تعمل خارج السودان بتمش تقدم لمكتب العمل انت كشخص عادي. انا مهندس بمشي مكتب العمل لو وبقدم وبجيب السيره الذاتيه حقتي وشهاداتي وكل حاجه في مكتب العمل، هو اللي بيوديك لخارج السودان لاي دوله دايره عامل معين او موظف معين او في وظيفه معينه، اذا كان اطباء اذا كان مهندسين الان اذا كان كيف طيب؟ الان كيف؟ حسب العادة. الان الامر مختلف جدا جدا، وانا خليني قبل ما اقول لك الان انه مفترض في مكاتب الاستخدام الخارجي مفترض المدير التنفيذي يكون اقل شيء زول جامعي. العاملين معه اقل عامل فيها مفروض يكون خريج ثانوي. ما اي زول سمسار او تاجر او مثلا عنده وكاله بتاعت سفر وسياحه ولا يقوم يدخل لي من ضمن يعني عمله انه داير يعمل لي مكتب استخدام مكتب بتاع استخدام يقول للناس تعالوا ونمشي وكده. دي ولدت لنا حاجه اجراميه كبيره جدا جدا في داخل السودان، انه الناس شافت انه السودانيين دول اغلبهم دارين هاجروا نتيجه الظروف المعروفه. يعني نفس السودان معروف انه اقتصاديا احنا رجعنا ما في كلام، بقى اي زول دار يطلع برا السودان، ودي مشكله. يعني احنا كيف نعالج مشكله انه نخلي مثلا دي موضوع ثاني ما الان ما دوره، لكن دي بيصطادوا فيها كثير من الناس يصطادوا في هذا الماء العكر، انه يا اخي والله بكره تلقاه مطلع لك اعلان، والغريبه ما بتطلعوا عن طريق الصحف الرسميه اللي هي بتتغسل وغايع والحقائق. مثلا رسل لك عبر الواتساب، رسل لك عبر فيسبوك، دي قنوات انت ممكن تقول له مثلا انا والله داير عاملين دايرين دكاتره، دوله قطر مثلا مرات تقول لك محتاجه اللي ما اعرف كم الف هنا في وظائف مختلفه، وما اعرف دوله فلان كده دايرين كده. وفي ناس صراحه طب وهذا يمشي يدفع قروشه ويكون فريسة لأنه يكون في احتيال تم عليه وقروشه اتشالت، ده زول لسه في السودان، يعني هو لسه شنو في السودان، وده أحسن حالا. أنا بقول إنه ده شنو أحسن حالا، يعني زول أنا أفضل من زول مشى بيغادي أحسن، أيوه أفضل من زول اتغشى لدرجة إنه شالوا قروشه ودول البلد الثانية، مش أنا قاعد حايم ساي
لا عنده شغل ولا ده ولا طب يا ده استاذ موسى، السبب شنو في انه العقودات الما الوهميه دي او الما حقيقيه، او انه تلقى عقد تاني منافي تماما للحاجه اللي انت دفعت فيها قروش، يعني تلقى وظيفه غير الوظيفه اللي انت مشيت اصلا عشان تمارسها؟ أيوة. السبب شنو في ظاهره دي نصبه واحتيال؟ تخيل لي بعيدا عن وضع ايوه الاقتصاد. انا ما اقدر اقول لك هم اصلا العمل ده هو عمل في البدايه بيبدا عمل تعاقدي اللي هي ما بين الدوله، اذا كان الشغل ماشي صحيح يعني وعن طريق الغنوات الصحيحه له، الدوله المحتاجه لموظفين معينين بتجي لمكتبه اللي هم مفوضاه داخل الدوله الثانيه اذا السودان او دوله اخرى يعني، نعم، بتقول لها احنا محتاجين ليه كده كده كده، تمام، يقوم يجي يتعامل طوال عقد ما بين الشخص وما بين المكتب المفوض للوظيفه المعينه اللي هي مكتوب فيها السب سالري كم، القروش كم، حتى المرتبات مذكوره، الهاوسنج بتاعته يعني كل التفاصيل، تسكينه، كل شيء عنده مكتوب ومنزل. طيب العقودات دي فيها طبعا طوال الشروط الجزائيه تحت انه في حاله تخلى مثلا صاحب العمل بواحده من التزاماته، ويجوز للعامل ده او الشخص المعين ده انه يغاضيه او يمشي بين يعمل له كده كده، ده الشغل الطبيعي العادي. طيب نحن الان ما امام شغل عادي، نحن امام احتيال. المحتال اكيد ما هيعمل ليك الشغل الكونترات، ما حتلقى يعني، حيقول لك يا اخي احنا خلاص انت حتيجي تشتغل، تعال بس قدم كده كده واعمل يعني بخمك زي ما بيقولوا بلغتنا العاديه دي، بانك انت ما زول محتاج دار تشتغل تطلع برا، يقوم يخمك بتجي انت بتعمل عقودات او تمضي او تدفع قروش او كده، بانك يا اخي انت والله نحن دارين هناك عماله مثلا نقول مهندسين، او نجي نقول يا اخي والله دارين ممرضات، او نقول دارين كده، تمشي في الدولة اللي انت ماشي عليها يقول لك يا اخي احنا والله ما عندنا كلام، او حتى يعني ما طلبنا يعني ما طلبنا. طيب خلينا اسالك سؤال استاذ موسى، يعني اذا كان هو صح من ناحية بتاعت يعني بتاعت ان الناس بقت تسافر كثير برا سوا مباشر فيها والمكاتب الكثيرة دي، ما اختلفنا، لكن خلينا اسالك من ناحية قانونية اكثر، اللي خلى المكاتب بتاعت الاستخدام دي تفتح بشكل في وثيقة كبيرة جدا وباعداد كبيرة جدا، شنو يعني؟ هل في دواعي قانونيه مثلا هم قادرين يتجاوزوها يعني بيحاولوا بيلعبوا على القانون ولا كيف الشكل؟ انا اكون واضح، ده عدم رغابه. ده عدم رغابه وتتبع لاي شخص كاتب انه عنده عمل يعني استخدام خارج ولا كده ولا كده، اذا كان واضح في عمله. للاسف اكثر، انا بقول لك اكثر الناس اللي عندهم وكالات بتاع السفر والسياحه وشنو، في كثيرين منهم هم بيمرروا هذا العمل عن طريق الوكالة من غير ما يكون عندهم تصاديق أصلا بالعمل ده. أنا كمواطن فرض أعمل حسابي دي وكالة، لكن هذه الوكالة لا تملك حق إنها تنشي لي عقدي بتاع استخدام خارجي، يعني ما عندها الحق ده. أنت بقول لك تعال، أنت بتجي بإرادتك، يقول لك أنا دارب شي، طيب نحن والله نحن ما عندنا، نحن عندنا وظائف كده وكده وكده بنوديك، لكن شنو باعتباره زي السفروك يعني، بقى شنو، بقى الموضوع ما موضوع استخدام خارجي، وانما بقى موضوع بتاع تسهيل اجراءات للسفر للخارج، بقت كده يعني. انا زي دار اسهل لك اجراء انت، اول الاستاذ زميله بيقول له انا بوديك برا، بس ده موضوعي زي اللي بقيت وسيط او بقيت زي زول يعني دار يشيل حق الوساطه، انه وديك من السودان مثلا للامارات، او وديك من السودان للسعوديه، او وديك من السودان مثلا نقول لاي دوله اخرى، بقى موضوع وساطه اكثر من انه موضوع عملي فعلي. انا ما احنا عندنا اساس مكاتب الاستخدام عندها حاجات اساسيه، الاولى انه لازم يكون الشخص ده زي ما قلت لك مثلا مدير ده يكون مؤهل وكبير جدا جدا، جامعي او فوق جامعي، الموظفين اللي عاملين معاه في مكتب الاستخدام اقل واحد فيهم مفترض يكون في الثانوي العالي، بعد ذاك المفروض يعملوا لهم فيش يعني يمشوا جنائيا يعملوا لهم بصماتهم دي وتنزل في السيستم بانه ديل اصحاب الموقع الفلاني، باعتباره انه حصل غش وحصل الكلام ده بنقدر نجيبه، صحيح. صح ولا ما صح؟ انا بقدر افتح فيه بلاغ والشرطه بتجيبه لي، لانه ده عنده هذا عنده بصمات يعني ما يقدر يخفي لي نفسه، تمام؟ ولازم يكون هو ذاته عنده تفويض من وين؟ من الدوله اللي هو قالت لي تعال جيب لي يعني ناس انا داير استخدمهم معي. فانت لما تمشي بالطريقه الصحيح ويسجل هذا المكتب، مكتب الاستخدام ده تسجيل صحيح، بتكون امور سهله فيه، يعني لو زول حصلت بيه انه مشكله بتقدر تجيبه. زي مشكله تأسي مثلا بيقول لك عمله مزوره. هسه العمله مزوره فيه ولا ما في؟ موجوده. موجوده. وحايمه. هاك بضل الزول اللي قاعد يعمل عمله مزوره ده. انت اللي تمشي تشوف تفتش يعني حيكون في ارهاق
للمباحث ولكل القانونيين المختصين بالامر ده عشان يقبضوا لي زول يمشي يدلون على الاخرين لحد ما يقبضوا هذه الشبكه. فبيبقى فعلا الممارسات المستخدمه الان داخل يعني العمل الوظيفي في السودان للاستخدام الخارجي هي اغلبها حاجات غير صحيحه وما متوفر لها زي ما بنقول عليه العمل الصحيح ما بين الاتفاقات والكونترات. الاستاذ قبيل سال السؤال انا حرجع عليه لان هي قالت دي يعتبر احتيال. الكونترات قبيل الاول عقد اللي تم ده ما عقدي بيبقى صيغته مدنيه، يعني انا عملت كده لو ما تميت بيكون في شروط جزائيه كده. لكن لما يكون المكتب اصلا هو ما مكتب استخدام او هو ماخذ مظله بتاعت وكاله السفر والسياحه بيمر عبرها عمله وما يديني انا عملي الصحيح ولا ينشئ لي الشيء اللي هو ذكره، يبقى هنا طوالي شنو؟ طوالي بيبقى ده احتيال طوالي. اي مال مسكه الزول ده بيعتبر نتيجه الاحتيال، بيعتبر في تزوير، في غش، في تدليس، كل هذه دي بتخش فيها، والزول ده بيكون مفروض يحاسب مدنيا عن اخفاقاته ويحاسب جنائيا على ارتكابه فعلا مجرم يعني قانونا من حيث القانون الجنائي. وانا والله بتمنى انه كل الجهات المختصه صح يعني ذات الشان او الصله بما يختص بمكاتب الاستخدام تبدا حقيقه بمتابعه ومراقبه كل وكالات السفر والسياحه داخل السودان. كل المكاتب العقاريه، انا للاسف الشديد انه حتى في مكاتب عقاريه او مكاتب مختصه بحياه ثانيه ما عندها علاقه اصلا ما مرخصه ولا مرخص لها ولا عندها واكثر ما مرخص لها اكثر من المرخص لها بالمناسبه. يعني في مكاتب عندها تصاديق من مكتب العمل ما مرخص لها وفي مكاتب ما عندها تصاديق من مكتب العمل مرخص لها، ودي كلها دايره الناس تجي تمشي تتابعها تراجعها عشان احنا على الاقل يعني حتى الهجره بتمشي للسودان من هاجر السودان مش عنده غير أيوة صحيح. وانت قبل يعني كلمت تهني اكون مثلا في بلدنا اعتبرنا أيوة بلدي وانت قبل اتكلمت برضه خارج منها انت تكلمت عنهم هم بيحاولوا بس انهم يرسلوا ناس او يسفروا، مع انه السفر اللي من غير هواده او من غير وظيفه ما محتاج لوساطات اصلا، ممكن اي زول يسافر زي ما هو عايز. احنا لسه متواصلين معك لما نمشي الكنترول ونجيكم راجعين تاني. نفس الفقره مكاتب الاستخدام الخارجي قانونيا موقفا شنو من خلال متابعتنا لمجموعه كبيره جدا من المشاكل. نرحب مره ثانيه بالاستاذ موسى عبادي القانوني، وخلينا طوال اطرح عليك واحد من النتائج اللي كانت واضحه في المجتمع السوداني والناس كلها تداولتها بشكل كبير جدا، حتى عربيا الناس تداولوا الحاجه دي، يعني اللي هي اقرت وزيره العمل سعاد الطيب بوجود 325 حالات قش لنساء سودانيات تم خداعهن بالعمل كممرضات، وعند وصولهن للدوله المعنيه تفاجأنا بانهن يعملن عاملات منازل. يعني قانونيا اول حاجه الموقف بتاع الناس شنو؟ نحن لحد الان ما عارفين هي وكاله هل هي مكتب استخدام، لكن قانونيا الموقف كيف ممكن يكون؟ قانونيا ما اصلا قلنا ده بيعتبر غش وتدليس لنمره واحد. واي شخص او اي واحده من القدما لانه يعمل في مجال التمريض اللي هو مجال يعني مع انه الاستخدام حتى لو زول مش عشان يشتغل از سيرفن ما فيها مشكله، في واقع ما فيها مشكله، لكن انا مفروض امشي للحاجه اللي انا داير امشي لها. يعني مش توديني تقول لي يا اخي انا داري ممرضين تمشي هناك القى روحي مثلا شغال في خدم منازل مثلا. دي هنا طوالي ده طوالي يعتبر غش وتدليس، دي نمره واحد. الشيء الثاني من حيث القانون المدني ده اختلاف ما بين الوظيفتين، فبالتالي يختلف من حيث الماده القروش ذاتها المقابل، بيختلف من حيث انا عملي حيكون مدته كم من كم لكم فترات، وده يعتبر غش اصلا ما فيه شك، المفروض يسال الشخص اللي عمل الكلام ده او الجهه اللي عملت، لكن احنا نسي كلامنا مبهم، يا تجيها اللي عملت الكلام ده لازم تحدد. يعني لو كان في مكتب استخدام معين كان نقول معلش، لكن هي قصيده احتمال وانا ده برجحه انه مكاتب الاستخدام دي كلها اغلبها قاعد تودي مثلا تقول يا اخي دارين ممرضين يقوموا يودوا عشان يلقوا هناك خادمات منازل. فالكمية دي كلها في النهاية وصلت لنا مرحلة انه بيبقى اكثر من 350 هنا دي هنا. لكن هي الايشو المهم في الموضوع، انا زول في بلدي شاعر بنفسي ان انا داير امشي اصلح من 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 من, من وضعي الاجتماعي، وهنا قاعد انت ده توديني لدولة ثانية توديني لها عشان ترجعني يعني عكس الاتجاه، فهنا بتكون انت بدل ما تكون ما يعني انا داير احسن موقفي انت بتكون رجعتني عكس الكلام ده. دي فيها حاجات نفسية بالمناسبة. احنا للاسف الشديد يمكن قانوننا هنا في القانون السوداني كله لم يراعي الحاله المعنويه في كثير من القضايا. يعني ست مثلا في قضايا الاحوال الشخصيه مرات مثلا يقول لك والله الزوجه مشت رفعت دعوى الطلاق للضرر انه زوجها ضربها ولا مثلا قال لها كلام مخل وكده. دائما بنعاني الحاله الماديه كثير
ما بننظر للمعنوية. الحاجة المعنوية الأثر اللي ترتب على الحاجة دي شنو؟ التعويضات من الأثر المعنوي عندنا فيها سوابق إلا تكون في زمن الخواجات، زمن الإنجليز، في زمننا ده ما كان فيه. يعني ما في زول مثلا عشان زول قال لي كلمة بسيطة مش المحاكم ولا في حاجة كده الأثر المعنوي مترتب على الضرر أدوه به مثلا تعويض مالي. مثلا واحد تعوق في رجله مثلا، تعوق بس في رجله، انت مفروض في المحكمه يدوك شنو؟ يدوك حق حق الاعاقه دي والكلام ده. الاعاقه دي ذاتها ما حتكون معاك فور ايفر، يعني ما حتنتهي. الاثر المعنوي حقها اللي بعوضك عنه منه؟ محاكمنا وقع التعويض. تعوضك ربنا رب العالمين. دي تنصب على هؤلاء العمال. انا ما قلت عليك اعتباطا، لانه العمال انت بتودينا انا داري اشتغل دكتور، داري اشتغل ممرض، تجيب انت شغلني عامل نظافة أو عامل كده. أنا نزلت لي من حياتي أنا خاتيها تطلعاتي إلى حاجة أقل، مع أنه هي دي ما فيها عيب يعني كعمل، أنا ما فيه عيب، لكن ده ما هو عمل اللي أنا ماشي له. هل أنت لما تعويضني ماديا عن حتى لو وديته قروش وحقت السفر المشابهة دي وعوضت كل التعويض ده، الفترة الزمنية اللي عداها في البلد دي، الإهانة اللي عداها هناك، الترندات اللي أنت قلتها قاعد تيجي طالعة دي، كثير من الناس يقول لك السودانيين مثلا، حتى طلعت فيديوهات من بعض الدول العربية من غير ذكر المسميات زي كانوا السودانيين قاعد يشحدوا فيها. ده كلام لا يقبل. انا كزول سوداني كجهة مسؤولة في السودان في هذه الدولة لازم اراعي مصالح المواطن السوداني، ما يطلع عليه من البلد دي الا اذا كان هو ماشي كريم عزيز في البلد الماشي. صحيح، لكن برضو أستاذ موسى يعني هم بكونوا مؤهلين لأنهم هم يكونوا ممرضين، فكونوا يعني ما تقليل من المهنة، لكن ما المفروض يمشوا يشتغلوا عمال نظافة. غير كده حتى التعويضات المادية اللي أنت بتقولها دي هم ما حصلوا عليها، وما كان فيش، في ناس وافقوا أنهم يشتغلوا المهنة دي، وفي ناس جوا راجعين هم خسرانين أي حاجة. في جزئية منهم كانوا بيكتبوا على منصات التواصل إنهم هم باعوا كل ما يملكوا عشان يشتروا العقودات دي. الحاجة اللي ممكن يعملوها شنو؟ أول مطالبات اللي ممكن يطالبوا بها حاليا شنو؟ أي طوالي طوالي تمشي المحكمة، طوالي تمشي المحكمة، جهة مختصة ترفع دعوة مدنية لأنه في عقودات تمت، في اختلاف في الغرض. نعم، في اختلاف في الغرض. طوالي بتمشي بترفع دعوة بأنه يا أخوان لا حصل كده أنا دايرة تعويض عن كده ودايرة تعويض عن كده. أنا سيقول شيء قلت لك التعويضات دي ممكن تدوك لها مثلا إذا المحكمة حكمت لك بها، وطبعا نحن هنا جنايات التغاضي مرات ذاتها بتاخذ سنين. كويس. ودي برضه نتيجه يمكن مرات بعض التعاملات، يعني ما 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 نبرع كل الساحات، بانه بكون في تلكؤ مرات في شنو؟ في الاجراءات، فبتاخذ زمن طويل. بعد ما يدوك قرارك ده انت برضه حيكون عندك ثاني التعويض عن الفتره الزمنيه اللي ضيعتيها دي. نعم. القروش دي هل ممكن في جهه تحكم لك بها؟ نادرا، او معقول ممكن اقول لك مكاد تكون من عدمه. نعم. النفسيات اللي انت عشتيها زي ما قلت لك سي، قلت لي اغير غرض. هو صح المهنه ما فيها مشكله، لكن انا ممرض جبتني في كممرض تجيبني ده انا ترجعني لوظيفه اقل. صح، وانت اصلا قاري يعني قاري جامعه وعندك عندك اهتمام. انا قاري جامعه. طيب انت تكلمت اشرت لحاجه قبل شويه في الجواب الفات، في انه في جزء من تشويه صوره السودانيين في الخارج تحملوا مسؤوليته بشكل كبير جدا. صح. مكاتب الاستخدام والناس اللي بيعملوا في المجال ده. طيب القانون هل ضعيف في النقاط بتاعت المتابعه دي، ولا المراقبين في السودان هم اللي ما قادرين يصلوا؟ اذا كان في رقم زي ده كبير هو غير مسجل، وفي ارقام كثيره جدا شايفينها الناس باسماء وبالافتات وكده، يعني المشكله هل في القانون ولا المشكله وين بالضبط؟ يعني المشكله طبعا هم القانون قاعد وموجود، تفعيل القانون مشكله، تفعيله بيكون المشكله، المتابعه ايضا مشكله، يعني انك انت تكون متابع مشكله. لكن انا بتمنى يعني حلقتنا دي تكون حلقه بتاع التنوير للجهات، انه يا جماعه امشوا شوفوا لنا الناس اللي قاعد يشتغلوا في يودوا في 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 اولادنا وفي بناتنا. هو تنبيه للجهات الرقابيه. تنبيه للجهات الرقابيه. ما يطلعوا لنا زمان انت عارفه مكتب العمل كان ممكن يحدد انه ما يسافر مثلا، يقول لك مثلا اطباء اخصائيين مثلا ما يسافروا. قرار يطلع قرار زي ده ليه؟ لانه مثلا عدد اخصائيين في حوجه لهم في السودان معينين او بسيطين. ممكن يحدد اطباء معينين ما يطلعوا من السودان. نعم. لانه احنا هنا حوجتنا لهم معنا. بس الان دي شويه بقت بتمشي شنو؟ انت عشان دغري ما بتطلع حتمشي تلف. بقت في اصل احنا حاليا في خلط ما بين انك تسفر ناس وما بين انك تودون تستخدمهم خارجيا. احنا مكاتبنا هنا عامله وسطة، يعني احنا ما عندنا تسويق ذاته. فهمتني؟ يعني هسه انا ممكن يكون مكتب استخدام واقول يا اخي والله انا عندي مخرجين بتاع التلفزيون مؤهلين، وعندي مذيعين مؤهلين، وعندي كده، اقوم انا ابرز محاسن
هذا الموظف السوداني وهذا العامل السوداني كان وقته باستخدام للخارج عشان انا يعني يطلبوني، لا نحن بقينا بننتظر يعني احنا هنا قاعدين مكاتبنا هنا بتنتظر الدوله البره دي تقول انا دايره بغض النظر عن حاجتنا احنا في السودان هنا قد ايش. نعم احنا عندنا ليكم كده بعد ده صحيح. بعد ما يطلبوهم حتى يعني عندنا عدم تسويق يعني كويس لناسنا، ودي بصراحه اعلاميا في اي حاجه نحن شويه كده راجعين ورا، يعني ما قاعدين نطلع ونبرز الحياه الجميله في حتى في مجتمعاتنا حتى في حياتنا الثانيه، ودي بتنصب برضو تنسحب على على ناسنا يعني. نعم. يعني تلقى اغلب الناس قاعدين في شارع وقاعدين ناس كبار يعني ودارسين وعندهم شهادات تقسك لي ركشه السودان يعني. صحيح احنا عندنا مشاكل كثيره جدا، مشاكل تسويق لحاجاتنا نحن متميزين بها، ومشاكل استخدام خارجي كبيره جدا. ان شاء الله ننعم بوضع افضل وبحال افضل. احنا شاكرين لك جدا استاذ موسى العبادي على الفقره الجميله اللي استفدنا منها جدا، شكرا لك نورتنا. شكرا لكم كثير، وان شاء الله ربنا يديكم الصحه والعافيه ونسمع بكم دائما ماشيين، وهذه القناه ان شاء الله تمشي لقدام. شكرا جزيلا لك. حتواصل عندنا فاصل وبعدين نرجع نواصل فقرات اليوم.